الحرية أنك أنت تكون متحرر من كل ما يعيقك ويعيق تقدمك ويعيقك أنك أنت توصل لما كل هو جيد وتتطور. الحرية أنك أنت توصل حق هذا الحب السرمدي الأبدي اللي هو طريق الروحانية. تكون حر يعني أنك تتحرر من كل ما يتسلط عليك. والحياة الروحانية هي ليست التباهي والتصنع، هي أنك أنت تكون صجي حقيقي قدام الناس، ما تخش ولا تتظاهر بأنك أنت شيء ما ولا أنت واصل لدرجة ما، وأنك تكون على طبيعتك تلقائي. وهذه أكبر شجاعة أنك أنت تكون واضح في فكرك وفي شعورك وفي سلوكك قدام الناس، وهذه هي أكبر حرية، بأنك أنت تكون صجي على طبيعتك وتظهر كل ما هو داخلك بشكل مباشر أمام الناس. وهذه هي الحرية الحقيقية البعيدة عن التصنع، حرية أنك توصل للحقيقة، والحقيقة دائما أنك أنت تكون حقيقي قدام الناس. الحرية هي طريق اللي وصلك للحقيقة، ومن خلال الحقيقة توصل حق الحب، ومن خلال الحب هو بداية الطريق إلى الروحانية.